أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية في الجوف باليمن بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلق تجاه الإمارات. إسرائيل تدمر مستودعات لميليشيا حزب الله اللبنانية قرب العاصمة السورية، والمرصد يرجح سقوط قتلى وجرحى. مستشارة الأمين العام لليبيا تحذر من عودة داعش، والبرلمان الليبي يبحث في طبرق عن خلفية أو خليفة للدبيبة. الشبح متحور جديد من أوميكرون يقلق الأوساط العلمية ويتصدر نسبة الإصابات في عدة دول حول العالم. البداية من الإمارات، حيث نشرت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع فيديو يظهر عملية التدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، وذلك بعيد إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه دولة الإمارات في عملية أدانها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس، الذي اتهم أيضا الميليشيات بالإمعان في تهديد المدنيين. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت عن تدمير صاروخ باليستي أطلق تجاه أبوظبي، وأكدت أن الهجوم لم ينجم عنه أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ خارج المناطق المأهولة. من جهتها، أعلنت هيئة الطيران المدني في الإمارات أن الحركة الجوية في الدولة تسير بالشكل المعتاد، وأن عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران تجري بشكل طبيعي. ومعنا من دبي عبر الهاتف مراسل العربية عبد الله المطوع. أهلا بك يا عبد الله، يعني هل هنالك من معلومات إضافية حول هذا الاستهداف لجماعات الحوثي المصنفة إرهابية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي؟ الحمد لله، مثل ما تابعنا بيان وزارة الدفاع الإماراتية أكد على التصدي لهذا الصاروخ الباليستي لجماعة الحوثي الإرهابية. نقف عند نقطة مهمة جدا في البيان، وهو الرد السريع لقوات التحالف في استهداف منصة إطلاق الصاروخ. هذا تأكيد واضح بأن دولة الإمارات ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لديها القدرة الكاملة في حماية أمن حدود بلادها، وأيضا في نطاق الخارجي عندما تستطيع قوات التحالف باستهداف منصة إطلاق الصاروخ، أي تسجل منصة إطلاق الصاروخ وتستهدفه في أقل من ساعة. هذا واضح جدا من البيان بأن هناك قدرة عالية لحماية حدود دولة الإمارات وأيضا النطاق الخارجي لدولة الإمارات. هذا ما كان واضحا حقيقة في البيان، ولم تسجل الحمد لله أي إصابات، وكان هو في منطقة خارجية غير مأهولة بالسكان. وهذا عمل إرهابي يتكرر من قبل جماعة الحوثي، التي حقيقة يعني تسعى اليوم الدول المنطقة بإعادة وضعها على قائمة الإرهاب. هذا سيعزز حقيقة مسألة الأمن واستقرار المنطقة. الحوثي يعمل عملية عشوائية بتعزيز بعض المسجات الغير حقيقة واقعية في المسألة العسكرية، ولكن هناك انتصارات كبيرة جدا تحققها الجيش اليمني في اليمن. شكرا لك مراسل العربية عبد الله المطوع. يمنيا، شدد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت على أن إنهاء الحرب في اليمن يصب في مصلحة أمن واستقرار كافة دول المنطقة والإقليم. كما أضاف بن مبارك أن التهاون مع ميليشيات الحوثي من بعض أطراف المجتمع الدولي لم يدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بالحلول السلمية، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية صعدت من جرائمها وعدوانها ليس فقط على المدنيين في اليمن، بل إنها أصبحت تستهدف وبشكل مستمر المدنيين والأعيان المدنية في دول الجوار بالصواريخ والمسيرات المفخخة.
في اليمن أيضا تتواصل هجمات الحوثي على الأحياء السكنية في عدة محافظات مخلفة عديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في انتهاك صارخ للأعراف الدولية وقوانين الحروب. بمشهد كهذا إذن تلبد أحياء تعز بدخان قذائف ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في المدينة. هذه المسنة أصيبت وعدد من أفراد أسرتها بمقذوف حوثي استهدف منزلهم غربي تعز، إضافة إلى مقتل 3 آخرين بقصف حوثي استهدف منازلهم قبل أيام شرقي المدينة. قال هاون قضرب دقاهي لما قلب الفوقي حرقني وحرق زوجة خيوقه وشعل النار ودقدق البيت، أصبحنا لا بيت ولا عافية وزوجة أخي ماتة. كل وقت الرصاص لبيوتنا، إحنا كل مكان القانص يقتلوا الناس من أبوهم، ما ذنبنا إحنا مواطنين من أبوهم، لا بيت لا مأوى. كل حين ثلاث ديب بغزب البيت، حرقا بالبيت، حرقا بالأرض، حرقا بكل حاجة، مع بعض إحنا حاجة، وين مردنا إلى الله. كل ما ترجوه الطفلة هذه هو الأمان من قذائف تتساقط على رؤوسهم، فهي تقضي حياتها بخوف مع مئات الأسر تحت القصف الحوثي في ريف تعز الغربي. قصف وتهجير قسري تركز في الآونة الأخيرة على أحياء آهلة بالسكان في مقبن والعنين والشماسي غربا وشرق المدينة. حدث لنا عبوات ناشفة، ما الدنيا كلها ملغم عبوات، ما تسكيش تمشي ولا تخرج أي مكان إلا كل مكان كله عبوات، مزروعة عبوات ناشفة مليان. ميليشيات الحوثي بعد فلولها قامت بالقصف على الأحياء السكنية والبيوت فيها نسوان وأطفال، وقامت في تخويف الأطفال. ومع احتدام المعارك في جبهات القتال تزداد نسبة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، إذ وثقت تقارير حقوقية أكثر من 150 حالة انتهاك طالت مدنيين في تعز خلال الشهرين الأخيرين، توزعت ما بين القتل والاعتقال والتهجير القسري، انتهاكات حوثية يراها حقوقيون ترقى إلى جرائم حرب. في كل عملية عسكرية تخسر فيها الميليشيات تلجأ إلى قصف الأحياء السكنية والمنازل، محدثة حالة من الهلع والرعب في أوساط الساكنين. فالمنازل هذه اضطروا إلى مغادرة الديار بعد أن شنت الميليشيات قصفا عنيفا على منازلهم. هيل سعيد لقناتي العربية والحدث، تعز. ومن مأرب ينضم إلي مفاد العربية أحمد بجاتو، أهلا بك يا أحمد. يعني ما جديد المعارك المحتدمة على الجبهات الجنوبية والغارات، غارات التحالف التي كثفت بالساعات الأخيرة؟ نعم روية، أهلا بك. يعني بالفعل غارات مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية منذ الأمس، بعد أن أطلقت الميليشيا الحوثية صاروخا من محافظة جوف باتجاه دولة الإمارات، وهذا هو المعتاد بعدما أن تقوم الميليشيا الحوثية بإطلاق صاروخ أو مسيرات تجاه الداخل السعودي أو الإماراتي، تكون هناك استهدافات لأماكن إطلاق هذه الصواريخ والمسيرات كما حدث بالأمس في محافظة الجوف. لكن تحالف دعم الشرعية لا يتوقف دوره على ذلك فقط، هو يساند الولايات العمالقة الجنوبية وأيضا قوات الجيش الوطني بصورة مستمرة في التقدمات التي تحدث على مختلف الجبهات. إذا بدأنا من مما تحققه الولايات العمالقة الجنوبية من تقدمات، سنبدأ من منطقة العبدية أو مديرية العبدية، حيث تواصل الولايات العمالقة تقدمها نحو مركز المديرية الذي تتحصن فيه الميليشيا الحوثية بالمدنيين، خاصة وأن هذا يبطئ بعض الشيء تقدم الولايات العمالقة. تم ترى عدد من المناطق، قرية الجفرة كذلك آل حمران وعزة الصوفي وغيرها، والتقدمات مستمرة وثابتة كما تقول لنا قيادة الولايات العمالقة تجاه مركز المدينة. في الجهة الأخرى ما زالت الولايات العمالقة تقاتل في عقبة ملعى، حيث بعد أن سيطرت على قرية ملعى الاشتباكات الآن تدور في عقبة ملعى وكذلك سلسلة جبلية التابعة لهذه أو المحيطة بهذه العقبة. بالطبع بعد أن تتقدم الميليشيا الحوثية، بعد أن تتقدم الولايات العمالقة في هذا في هذه الجهة وتسيطر على هذه السلسلة الجبلية، ستكون أمام معسكر أمريش وقريبة منه للغاية، وهذا المعسكر الذي تتمركز فيه قوات الجيش الوطني من الجهة الأخرى الجهة الشمالية وتحاول منذ عدة أيام السيطرة عليه، لكن يبدو أن التضاريس الجبلية التي توفر حماية طبيعية لهذا المعسكر ربما منحت الحوثيين مدة أطول في البقاء في هذا المعسكر. بما أنك أحمد
أحمد تتحدث عن سلسلة جبال ملعى وبعدها معسكر أم ريش، هي سلسلة جبلية، ما الصعوبات الميدانية التي تواجهها الولايات العمالقة؟ نعم روية، يعني هناك بعض الصعوبات، أولها هو قيام الميليشيا الحوثية بتفجير الطريق الذي يربط ما بين حريب والجوبة وعقبة ملعاء. هذا الطريق تم تفجيره من قبل الميليشيا الحوثية حتى تمنع تقدمات الولايات العمالقة. استخدام الصواريخ بصورة مكثفة بشتى أنواعها تجاه المناطق القريبة، خاصة أن بعض هذه الصواريخ يسقط على مناطق مدنية، وكذلك استخدام السيارات المسيرات المفخخة. المسيرات المفخخة تستهدف الكثير من المدنيين. نحن كنا بالأمس في القرية التي تطل على سلسلة جبال ملعى، وأحد المواطنين تحدث عن أن صاروخا أصاب أحد البيوت أسفر عن إصابة 3 مواطنين وقتل الماشية التي كانت موجودة، أسفر ذلك عن نفوقها. يعني هذه الأمور تتكرر بصورة مستمرة، لذلك هناك يعني محاولات مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية لمنع تقدم الولايات العمالقة. لن يكون هذا التقدم سهلا، لأن الميليشيا الحوثية تتحصن بالسلاسل الجبلية، هناك قناصة كثيرون في أعلى هذه السلاسل الجبلية، لذلك التقدم دائما ما يكون بطيئا بعض الشيء إذا ما قورن بالتقدم في المناطق الصحراوية المفتوحة. وهذا ما ربما يعطي الحوثيين ميزة إضافية عندما يقاتلون في سلاسل جبلية مرتفعة أو في مناطق سكنية. نعم. تفخيخ الطرق والرئيسة والفرعية والتحصن بالأماكن المدنية هو أيضا يعني طريقة مستمرة من قبل الميليشيا الحوثية لعرقلت تقدم قوات الشرعية بصفة عامة، سواء من ناحية الناحية التي تتواجد فيها قوات الجيش والمقاومة أو الولايات العمالقة الجنوبية. نعم. شكرا لك مفاد العربية أحمد بقى، تحدثنا من مأرب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رغم التضييق، الإخوان في تركيا يدربون عناصرهم على الفنون الأمنية والاستخباراتية. أهلا بكم من جديد. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية استهدفت نقاطا في محيط العاصمة السورية دمشق تابعة لميليشيا حزب الله. الصواريخ بحسب مصدر عسكري لرويترز آتية من شمال شرق لبنان، فيما خلف التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية السورية خسائر مادية. وبحسب مصادر المرصد السوري فإن دوي 5 انفجارات على الأقل سمعت في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله. كما أكد المرصد نقلا عن شهود عيان سماع صوت سيارات إسعاف وهي تهرع إلى مكان الحرائق. أتت تلك الضربات بعد تقارير عدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أشارت إلى أن حزب الله اللبناني بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قرب دمشق. ومعنا من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد رامي، يعني هذه هي أول غارة إسرائيلية هذا العام على سوريا، على دمشق تحديدا، ما جديد المعطيات وهل من ضحايا؟ نعم صباح الخير. طبعا حزب الله اللبناني مواقع ومستودعات تابعة لحزب الله اللبناني في قطاعات عسكرية تابعة للفرقة الثالثة في الجيش العربي السوري بين مزدوجين. كيف علمت إسرائيل بأن هذه المستودعات في هذه الجبال في منطقة القطيفة هي تابعة لحزب الله؟ لماذا لم تستهدف مواقع تابعة للفرقة الثالثة؟ لأنها تعلم بأن هذه المستودعات وهذه المراكز هي تابعة للحزب في هذه البقعة من الأراضي السورية، ولا يزال الحزب حتى اللحظة رغم الاختراق الأمني قد لا يكون في صفوف قوات النظام حقيقة الأمر، قد يكون في صفوف عملاء حزب الله لبناني هم الذين يعطوا الأحداثيات لإسرائيل. لذلك الأمر هو استهداف متكرر للمستودعات الذخيرة لمستودعات يوجد فيها يعني قطع عسكرية أو بعض المواد العسكرية التي تساهم بتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة. وما زالت إيران وحزب الله يتخذون من الأراضي السورية مستودعات لهم ومقرات. سيد رامي، يعني مدينة القطيفة هي معروفة عسكرية،
مدينة عسكرية. طبعا. لماذا أصلا حزب الله يكون لديه نقطة عسكرية أو ثكنة داخل هذه المنطقة؟ ما المبرر؟ يعني ما لا أعلم. هو أنا قلت لك يعني يتخذون من البوكمال حتى الحدود السورية اللبنانية قطاعات عسكرية لهم. هو حزب الله اللبناني فليعمل داخل الأراضي اللبنانية. دخل لمساعدة نظام بشار الأسد بقتال المعارضة وقال بأنه يقاتل الإرهابيين. انتهت عمليات حزب الله، لماذا لا يعود إلى لبنان؟ لماذا هناك مستودعات داخل الأراضي السورية؟ لماذا تبقى الأراضي السورية هي في إطار الصراع الإيراني الإسرائيلي؟ حتى دعيني أقول لك بصراحة، حتى جمهور النظام يعني بات يائسا من هذا الأمر، بات يشعر بالأمر بأن حزب الله والإيرانيين حولوا الأراضي السورية لمقر لهم وسلاح في مواجهة أمريكا وإسرائيل. عندما نتحدث عن البوكمال، هناك استهداف مستمر في البوكمال. طيب، تحدثتم بتقارير كثيرة سيد رامي عن أن حزب الله الآن يقوم بتوسعة وحفر لقاعدة عسكرية داخل سوريا وتحديدا قرب دمشق. هل هنالك معلومات إضافية حول هذه القاعدة التي ينشئها حزب الله اللبناني؟ لا، هي القاعدة موجودة، هي موجودة تحت الأرض. توسعة لها، نعم، قلت بعمليات حفر وتوسعة لها. لا، هي التوسعة موجودة، التوسعة فوق الأرض والتوسعة تحت الأرض. هو يريد أن يحول تلك البقعة وكأنه يعني حصل على طابو بالأمانة العامية وكأنها وثيقة موثقة لحزب الله من قبل النظام السوري. ليس فقط في هذه المنطقة حقيقة الأمر، في البادية السورية قرب مطار التيفور، في جنوب الرقة أيضا هناك يقومون بإنشاء قواعد تابعة لهم وكأنهم يقولون بأننا نحن باقون داخل الأراضي السورية، ومن هذه البقعة من الأراضي السورية هو الطريق إلى القدس. نعم. طيب، بعد الاستهدافات المتكررة الإسرائيلية لبناء اللاذقية، الروس يبدو أنهم الآن استلموا الميناء، وهناك يعني تسير للدوريات يعني بالميناء. ما الرسالة التي يريد الروس إرسالها إلى إسرائيل من وراء هذه الدوريات؟ نعم، يعني اولا هي رساله لايران بان لايران اولا بان هذا الميناء هو بعيدا عن متناولكم الان، وهذا الميناء هو تحت الحمايه الروسيه بصوره او باخرى، وايضا رساله للمجتمع الدولي ورساله لاسرائيل بانك توقفي عن استهداف ميناء اللاذقيه الحيوي، كون ان ايران باتت بعيده عن هذا الميناء. ودعيني اقول لك، بعد تسيير الدوريات الروسيه داخل الميناء كان هناك ارتياح من اهالي اللاذقيه بانه لن يتعرض لاحقا لضربات اسرائيليه. نعم. إذن شكرا لك رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في الحنانه بمدينه النجف لبحث تشكيل حكومه عراقيه جديده. ياتي هذا الاجتماع بمبادره سياسيه اعلنها مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسيه العراقيه واستئناف العمليه السياسيه وازاله العقبات والمشاكل. وكان الحلبوسي اكد ان اجتماع النجف سيعمل على تشكيل حكومه وطنيه عراقيه خالصه، مؤكدا أن عهد التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية انتهى. أفادت مصادر من داخل الإطار التنسيقي بأن قوى الإطار قدمت طلبا إلى المرجع الديني علي السيستاني بالتدخل لحل الخلاف الجاري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وذكر مصدر آخر لوكالة شفق نيوز أن السيستاني لم يرد حتى الآن، لكنه قد يتدخل فيما يسمى بحوارات الساعة الأخيرة أو المواقف الأخيرة إذا ما اقتنع أو تأكد من وجود خطورة على العراق. كشفت تفاصيل جديدة حول ممارسة جماعة الإخوان لأنشطة على الأراضي التركية رغم كل التوجيهات بالتضييق على أنشطتهم. فقبل عدة أيام استضافت مدينة إسطنبول مؤتمرا تحت عنوان شباب التغيير، عقد من النضال وخطوة للمستقبل، شارك فيه عدد من قيادات الإخوان في مصر. كما تبين أن الإخوان يعقدون دورات تدريبية على فنون الاستخبارات لعناصرهم المقيمين في تركيا في أكاديمية يشرف عليها القيادي الإخواني عصام عبد الشافي.
إذن أكاديمية خاصة لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا بقيادة عصام عبد الشافي. هذه الأكاديمية التي تأسست عام 2017 وتقع في منطقة يانيبوسنا بإسطنبول، تختص بتعليم عناصر الإخوان المسلمين الدراسات الاجتماعية والاستراتيجية والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون والإعلام وغيرها. تهدف الأكاديمية إلى تخريج جيل جديد من عناصر الجماعة المدربين على فنون الاستخبارات وجمع المعلومات وتجنيد المصادر والعملاء واصطياد القادة والخصوم السياسيين ومعرفة نقاط ضعفهم. كما تتولى الأكاديمية ترجمة كل الكتب التي تتناول طرق عمل المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وتدريسها. تضم الأكاديمية نحو 320 أكاديميا وخبيرا من نحو 25 دولة حول العالم يشاركون نظاميا أو عن بعد في البرامج والنشاطات. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. استعدادا لغزو روسي محتمل، متطوعون أوكرانيون يتدربون على حمل السلاح للدفاع عن بلادهم. اليمن بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلق تجاه الإمارات. إسرائيل تدمر مستودعات لميليشيا حزب الله اللبنانية قرب العاصمة السورية، والمرصد يرجح سقوط قتلى وجرحى. مستشارة الأمين العام لليبيا تحذر من عودة داعش، والبرلمان الليبي يبحث في طبرق عن خليفة لدبيبة. الشبح متحور جديد من أوميكرون يقلق الأوساط العلمية ويتصدر نسبة الإصابات في عدة دول حول العالم. أهلا بكم. حذرت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز من عودة ظهور تنظيم داعش جنوب ليبيا، معتبرة أن عودة الانقسام ضاعفت خطر التنظيم. كما شددت ويليامز في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية على ضرورة تقليص أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بما في ذلك ميزانيتها قبل استبدالها بهيئة منتخبة، وشددت على ضرورة أن يشرع مجلس النواب في تحديد مواعيد واضحة للانتخابات العامة في البلاد، مشيرة إلى أن هناك جيلا جديدا آخر من الليبيين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية. كذلك حثت السياسيين الليبيين على عدم الانشغال بالخلافات على المراكز والمناصب والتركيز على مسألة إجراء الانتخابات في يونيو المقبل. يعقد اليوم مجلس النواب الليبي جلسة للنظر في اختيار رئيس حكومة جديدة يخلف عبد الحميد دبيبة، وأيضا مناقشة بعض بنود خارطة الطريق المتصلة بتنظيم الانتخابات. وأفاد مراسل العربية بأن أحمد معيتيق أو فتحي باشاغا وزير الداخلية مرشح بقوة لخلاف دبيبة. هذا ووصل أكثر من 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي يمثلون شرق البلاد وغربها وجنوبها إلى مدينة طبرق للمشاركة في جلسات المجلس اليوم وغدا. وكان السلطات في مطار معتيقة بطرابلس قد منعت الطائرة المرسلة لحمل النواب من طرابلس، منعتها من الهبوط بمطار معتيقة قبل أن تعود وتسمح بهبوطها. ومن القاهرة ينضم إلي المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك. أهلا بك سيد محمد. يعني هناك مسألة تشكيل الحكومة وجلسة مجلس النواب اليوم الذي سيفتح، من المرجح أنه سيفتح الباب لأسماء من يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة بعد دبيبة. فعليا هل دبيبة سينصاع ويسلم الحكومة برأيك؟ صباح الخير، تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي العربية. يعني بالنظر إلى المعطيات الحالية وتصريحات سابقة وبعض السلوكيات التي تابعناها مؤخرا للسيد رئيس الحكومة المؤقتة، لا أتصور بأن الأمر سيمر بسلاسة. أو الرجل يتحدث عن أنه لن يسلم إلا لحكومة منتخبة، وهذه توطئة لموقف سيتخذه حال ما تم اتخاذ رئاسة جديدة. أيضا شهدنا
بعض التحالفات ومحاولات استقطاب لأعضاء من مجلس النواب لتشكيل تيار معارض يعرقل أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة أو انتخاب رئاسة حكومة جديدة. شهدنا بالأمس اجتماع موسع ضم رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الاستشاري وكذلك نائب رئيس البرلمان فيما يشمل التحالف الاستباقي لأي إجراء قد يتخذه البرلمان خلال جلسة. ولكن سيد محمد، يعني هذه الجلسة في حال فتح باب الترشح، ما الخطوات اللاحقة وما العراقيل التي قد تواجهها؟ لأنه هي يعني بحاجة ل 180 صوتا لاحقا، وهناك آلية قانونية يجب أن تتبع. هذا صحيح. أظن بأن الجلسة ستشهد استعراض الأسماء، أسماء المرشحين لخلافة السيد عبد الحميد الدبيبة. هناك حديث عن 10 أسماء حتى الآن، 10 أسماء حتى الآن تقدموا بملفات ترشحهم. سيتم مناقشة هذه الأسماء، لا أتصور بأنه سيكون هناك قرار، لأن القرار يحتاج إلى 86 صوت، يعني من أصل 176 صوت، وهذا في حال اختيار رئيس جديد. أما في حال اعتماد حكومة جديدة فالأمر يحتاج إلى 120 صوت. المسألة لن تكون سهلة في ظل هذه الانقسامات والتصدعات التي يشهدها مجلس النواب ووجود كتل متباينة. هناك اتجاه لتشكيل حكومة جديدة تستطيع أن تتعاطى مع تحديات المرحلة إلى حين الوصول إلى العملية الانتخابية، وهناك نواب موالون للرئيس الحكومة لن يتساهلوا أو يتماهوا مع أي قرار من هذا النوع. إذن سنشهد يعني جلسات ساخنة، يعني أظن في اليوم ما بين اليوم وغدا. شاهدنا أيضا يعني حتى محاولات لعرقلة طائرة النواب، يعني الأجواء ليست هادئة أو طيب. تنذر المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تشدد على أنه يجب تقليص عدد أعضاء الحكومة واستبدالها بواحدة منتخبة، ورأيها نذكر مشاهدينا قبل أن أكمل سؤالي لك بهذا العاجل الذي نراه مع المشاهدين على الشاشة. خامنئي يحذر من أن التحالف مع الصدر دون الإطار التنسيقي يشكل تهديدا لإيران. إذن خامنئي يحذر بارزاني من أن التحالف مع الصدر دون الإطار التنسيقي يشكل تهديدا لإيران. أكمل معك سيد محمد، يعني فعليا من يملك القرار، قرار استبدال حكومة دبيبة بأخرى؟ هل هو مجلس النواب الليبي أم المبعوثة الأممية؟ لا، بالتأكيد مجلس النواب الليبي يعني هو المسؤول عن هذه العملية بصورة قانونية. هناك حديث عن ضغوطات يتعرض لها، يعني بالفعل إذا أردنا أن نتحدث بصورة واقعية سنجد بأن المسألة تحتاج إلى توافق أو تحقيق القدر واسع من التوافق، وكذلك مباركة أممية من هذا الموقف يعني. ولكن المشكل أن البعثة الأممية والسيدة ستيفاني ويليامز في تقديراتها بأن تشكيل حكومة جديدة يعني إطالة أمد الفترة الانتقالية إلى وقت غير معلوم، وبالتالي إرجاء العملية الانتخابية إلى أجل غير مسمى. ولكن في المقابل أيضا لا يوجد أي ضمانات عن إطار واضح، إطار زمني واضح لإجراء العملية الانتخابية والولوج إلى مرحلة دستورية دائمة في ظل وجود الحكومة الحالية، خاصة أن هناك أنها طرف الآن، رئيسها طرف في العملية الانتخابية المقبلة. هناك ولذلك تم اقتراح بأن رئيس الحكومة القادم لا ينبغي أن لا يشارك في العملية الانتخابية القادمة. هناك سجال حول هذه المسألة، هذا مقترح من المستشار عقيلة صالح. المجتمع الدولي يبدو غير مقتنع بإنتاج سلطة جديدة، ويعتبر أن هذا ربما لن يكون في صالح الوصول إلى العملية الانتخابية. إذا كانت المسألة بهذه الطريقة، إذن ينبغي أن يتم الضغط على السلطات الحالية لتتصرف كسلطات انتقالية مؤقتة.
جاءت من أجل مهمة محددة وهي تعبيد الطريق نحو عملية انتخابية رئاسية وبرلمانية متزامنة. شكرا لك. نشهد بمحاكات وترضيات وانحراف عن المسار. المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك. قال نواب في الكونغرس الأمريكي إنهم يقتربون من الاتفاق على صيغة للعقوبات على روسيا متصلة بالملف الأوكراني، في وقت تعهدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد بأن مجلس الأمن الدولي سيضغط بشدة على روسيا في جلسة اليوم بشأن أوكرانيا. وقالت السفيرة الأمريكية خلال حوار مع شبكة ABC إن هناك توافقا أمريكيا أوروبيا على دعوة روسيا لتوضيح موقفها من الحشد على حدود أوكرانيا، مؤكدة استعدادها بلادها للاستماع إلى وجهة النظر الروسية بعيدا عن الدعاية التي تقوم روسيا بالترويج لها حسب وصف السفيرة الأمريكية. ومن المستبعد اتخاذ أي إجراء رسمي من قبل المجلس، ذلك أن روسيا تملك حق النقد، إضافة إلى أن الصين حليفتها في المجلس قد تدعمها في حال التصويت على فرض العقوبات. تطوع عشرات الأوكرانيين لتدريب ميداني يؤهلهم الدفاع عن أنفسهم وعلاج من حولهم في حال تصاعد التوتر مع روسيا ووقوع اجتياح يستدعي مهارات قتالية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية دخول النسخة المتطورة من مقاتلات سوخوي سو 30 SM-2 للخدمة. وفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن المقاتلات الجديدة متعددة الأغراض، لديها محركات ورادارات أكثر حداثة مقارنة بطرازات سو 30 السابقة، ويمكن أن تحمل الطائرات أي ترسانة سو 30 أسلحة جوجو وجوار. ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا لأكثر من 121 ألف حالة، بزيادة 8 أضعاف الأرقام المسجلة بداية الشهر، حيث كانت الإصابات حينها لا تتجاوز معدل 15 ألف إصابة يوميا. وأرجع الخبراء هذا الارتفاع الطردي بالإصابات إلى متحور أوميكرون سريع الانتشار وشدة البرودة بالبلاد التي ساهمت بانتشار العدوى. أكد علماء أن السلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA2 بدأت تحل محل السلالة التقليدية BA1. وفقا لدراسة جديدة فإن BA2 أصبحت مسيطرة في عدة دول منها الدنمارك، حيث يقدر العلماء أن 82% من الإصابات هي BA2، كما أن 9% من الإصابات في بريطانيا هي للمتحور الفرعي الجديد، يليها 8% في الولايات المتحدة. تشير التقارير إلى أن المتحور الفرعي من أوميكرون BA2 الذي بات يعرف بالشبح قد تكون أكثر عدوى من BA1 شديدة العدوى بالفعل، ولكن لا يوجد دليل حتى الآن على مقاومتها للقاحات. ويقدر مسؤولو الصحة الدنماركيون أن قابلية BA2 للانتشار قد تكون أكثر مرة ونصف من المتحور التقليدي لأوميكرون BA1. وفي إنجلترا أشار تحليل أولي لتتبع المخالطين أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أن نسبة انتقال العدوى في المنزل للمتحور الشبح تبلغ 13.4%.
7% مقارنة مع 10.3% في سلالات أوميكرون الأخرى. ولم تعثر الوكالة البريطانية على أي دليل على وجود اختلاف في فعالية اللقاحات تجاه هذه السلالات وفقا للتقرير. وينضم إلينا من جدة الدكتور أشرف الدادة رئيس قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي. أهلا بك دكتور أشرف. يعني أوميكرون BA2، ماذا نعرف عن هذا الشبح؟ أسعد الله صباحك بكل خير أستاذة رؤيا والسادة المشاهدين. ويجب يعني الإشارة إلى أن جميع البيانات والمعلومات المعروفة حتى الآن عن السلالة الفرعية من أوميكرون التي تسمى BA2 محدودة للغاية، يجب قول ذلك في معظم الدول. ربما الدنمارك هي الدولة التي عندها أكثر حالات لهذا الفيروس، ولكن حتى الدنمارك في البداية قالوا أنه ربما يكون أبطأ من في سرعة انتشاره من النسخة أوميكرون الأولى، والآن يقولون أنه ربما يكون أسرع مرة أو مرة ونصف من أوميكرون أو النسخة الأولى. يعني يوجد تضارب حقيقة وتباين حتى الآن في المعلومات الواردة بسبب شح وقلة الحالات. طيب هل قلة هذه المعلومات دكتور يمكن أن تتطور لاحقا بسرعة أكثر، لأنه نعلم BA1 أو الأوميكرون المعروف، لأنه نعرف عنه أكثر؟ نعم كلام سليم، هو يجب أن ننتظر الآن الأسابيع القادمة، ولكن الآن يعني ما لاحظناه هي سلالة أو الفرع المشتق الثاني موجود منذ أكثر من أسبوعين ولم ينتشر بالطريقة النسخة الأولى، والآن يوجد مؤشرات أنه ربما يكون أسرع انتشارا، ولكن في نفس الوقت يوجد يعني دراسات عملت في بريطانيا تحديدا على النسخة الفرعية الثانية من أوميكرون، ويقولون أنه على سبيل المثال ربما يكون أسرع انتشارا، ولكن فعالية اللقاحات ضد النسخة الثانية تكون أفضل حتى من النسخة الأولى. فنقول لا داعي الآن للذعر وال يعني القلق، ولكن يجب الحذر ويجب انتظار النتائج من يعني عينات أو إصابات أو طيب حالات حسب أكثر هذه مما هو عليه الحال. طيب حسب هذه الدراسات التي اطلعت عليها، هل الأعراض تتشابه مع أوميكرون BA1؟ كما ذكرت المعلومات شحيحة، ولكن ما يعني المعطيات تدل على أنه لا يوجد أي فرق بين النسخة الأصلية من أوميكرون والفرع الثاني المشتق من أوميكرون من ناحية الإصابة والأعراض، وأيضا يوجد أيضا دراسة صغيرة في بريطانيا من ناحية دخول المستشفيات لا فرق أبدا، ربما الفرق يكون في سرعة الانتشار وهذا أيضا غير مؤكد 100%، حيث يجب أن ننتظر حالات أكثر، ولكن نسبة دخول المستشفيات هي نفسها لم تتغير تماما. وعلى العكس في جنوب أفريقيا على سبيل المثال يقولون أنهم لم يلاحظوا أنه أسرع بالانتشار من النسخة الأصلية. فكما ذكرت يجب أن انتظار معلومات أدق وخصوصا تنشر في نشرات دولية محكمة، وهذا لم يحصل حتى الآن. طيب بتحدثت عن موضوع دخول المستشفيات، يعني لاحظنا بأنه الناس الذين تلقوا اللقاحات حتى بأوميكرون رغم سرعة انتشاره لم يدخل إلى المستشفيات، هل تتوقع الموضوع ذاته بهذا المتحور الفرعي باختصار لو سمحت؟ نعم أستاذة راوية، كل المؤشرات تدل على ذلك، كل المؤشرات تدل أنه من ناحية الأعراض ومن ناحية دخول المستشفيات لا يختلف عن النسخة الأصلية من أوميكرون، وربما يكون حتى أقل ضررا من النسخة الأصلية من أوميكرون. فما كما ذكرت لا داعي للذعر ولكن يجب الحذر. شكرا لك الدكتور أشرف الدادة رئيس قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي. في الصين، وبين اتهامات بكين لواشنطن بمحاولة تخريب الألعاب الأولمبية من جهة وتفشي كورونا ومتحوراته في صفوف الرياضيين ومسؤولي الفرق المشاركة من جهة أخرى، تستعد العاصمة بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الأيام القليلة المقبلة، لكن القلق يرافق تلك الألعاب. من هنا ستنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية خلال أيام، ومن هنا أيضا
سينطلق خلاف جديد بين بكين وواشنطن. في الولايات المتحدة التي تضغط لمقاطعة سياسية دولية للألعاب، باتت متهمة أيضاً بتهمة أخطر جاءت على لسان الخارجية الصينية ونقلتها وسائل إعلام رسمية، تهمة محاولة تخريب الألعاب الأولمبية. الولايات المتحدة رفضت بطبيعة الحال الاتهامات، مشددة على أنها لا تنسق حملة عالمية تتعلق بالمشاركة في الأولمبياد. السفارة الأمريكية في بكين أشارت إلى أن مقاطعة حفل الافتتاح شأن سيادي للدول. المقاطعة السياسية ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الأولمبياد، فهناك أيضاً خطر كورونا ومتحوراته. الفيروس الذي جمد حركة العالم لعامين ها هو يعود إلى ما يعتقد على نطاق واسع أنه مسقط رأسه. منظمو الألعاب حذروا من انتشار الفيروس، خاصة مع رصد إصابة عدد من الرياضيين ومسؤولي الفرق المشاركة بعد وصولهم لبكين. The public health measures we're using, the physical distancing, the hand washing, the respiratory hygiene, all those things work against Omicron. وبين دعوات المقاطعة السياسية الغربية والمخاوف من تفشي جديد لكورونا، تترقب الصين انطلاق ألعابها الشتوية المقبلة. أطلقت كوريا الشمالية أقوى صاروخ لها منذ العام 2017 بحسب ما أعلنت جارتها الجنوبية، التي تعتقد أن بيونغ يانغ قد تنفذ قريبا تهديدها باستئناف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. هذا المشهد لم يكن الأول ويبدو أنه لن يكون الأخير. صواريخ كوريا الشمالية عرض مستمر منذ بداية العام، لكن هذه المرة أطلقت بيونغ يانغ أكبر تجربة صاروخية لها منذ عام 2017 بما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى. هذا الاختبار الصاروخي يعد تحدياً كورياً شمالياً لقرارات مجلس الأمن، وهي خطوة سرعان ما قُبلت باحتجاج قوي من الند التقليدي اليابان. إن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية بما في ذلك الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية تهدد السلام والأمن في بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، كما أن عمليات الإطلاق المكثفة للصواريخ الباليستية تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقدمت بلادنا احتجاجا شديدا لكوريا الشمالية عبر طريق السفارة في بكين. أما الشقيقة كوريا الجنوبية فقد عقد مجلس أمنها القومي اجتماعا طارئا. بيونغ يانغ تقترب من خرق التعليق الذي فرضته على نفسها للتجارب النووية واختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. الأمر لم يقف عند اليابان وكوريا الجنوبية، فالولايات المتحدة نددت ودعت إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار. هذا التوتر يأتي في وقت فرضت واشنطن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على تجاربها السابقة، ما أثار غضب الأخيرة التي تحاول تعزيز قدرتها العسكرية في ظل أزمة اقتصادية قوية تعاني منها. خلال خطاب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي حاشد في تكساس، اعتبر ترامب أن الرئيس جو بايدن يخلق خطراً حقيقياً بحدوث حرب عالمية ثالثة، وانتقد ترامب بايدن وألقى باللوم عليه في المشاكل الخارجية والداخلية للبلاد، معتبراً أن انسحاب أمريكا من أفغانستان غير صورة الولايات المتحدة وأظهر ضعفها، وقال أن كوريا الشمالية تختبر صواريخ لم يسبق لها مثيل، والصين تهدد تايوان، وروسيا قد تسيطر على أوكرانيا، وإيران على وشك الحصول على سلاح نووي، منتقداً محاولة إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي تخلى عنه والذي يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. والآن ننتقل إلى الأخبار الاقتصادية مع ناصر، تفضل. شكراً راوية. تفضل.
شكرا راوية، أهلا بكم مشاهدينا. إذن هذه نظرة على جلسة التداول الأوروبية التي بدأت على ارتفاع أسوة بالارتفاعات التي شهدناها صباحا في آسيا، وذلك في ظل ارتفاعات التي تشهدها العقود الآجلة للأسهم الأمريكية التي شهدت اضطرابات حادة جدا على مدار تداولات الأسبوع الماضي. ماذا عن أسعار النفط؟ تواصل ارتفاعاتها للأسبوع السابع على التوالي مع ازدياد حالة التوتر الجيوسياسي على الحدود الروسية الأوكرانية، و أيضا توجهات لفرض عقوبات قد تطال قطاع النفط والغاز الروسي، وهذا يجد طريقه إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط والغاز. خام برنت يقلص بعض الشيء من مكاسبه إلى أقل من 91 دولار للبرميل التي كان فوقها طوال الجلسة الصباحية الآسيوية. أسواق المنطقة بالمجمل على ارتفاع طفيف بالرغم من بعض التراجعات التي تشهدها سوق الإمارات. السعودية مكاسب طفيفة بعشرين نقطة المئوية، وأيضا الضغوط التي شهدناها على الأسواق الإماراتية تقلصت بعض الشيء خلال الساعة الأخيرة وسنأتي على ذكرها. ولكن بداية هذه الأسهم الأكثر نشاطا في السوق السعودية، الإنما سابق على بعض الارتفاع والراجحي كذلك، لكن سابق للمغذيات الزراعية، تواصل تراجعاتها على مدار الأسبوعين الماضيين بعد نتائج كانت أفضل من المتوقع للربع الرابع. في دبي نلقي الضوء على الضغوطات التي يتعرض لها سهم الإمارات دبي الوطني، السهم الأكثر نشاطا متراجع ب4% والمسؤول بشكل رئيسي عن الضغوط التي يشهدها مؤشر سوق دبي هذا اليوم. أيضا في أبوظبي كنا قد شهدنا ضغوطات قادمة من القطاع المصرفي وتحديدا من سهم بنك أبوظبي الأول الذي قلص الآن تراجعاته إلى 20.38 درهم صباحا، كان قد افتتح هبوطا يصل إلى أو وصل إلى 19.92 درهم كحد أدنى، لكنه قلص هذه الخسائر خلال تداولات الجلسة. وأخيرا في السوق الكويتية نلقي الضوء على المؤشر على الأسهم الأكثر نشاطا هناك، بيتك وجي اف اتش على بعض التراجع، وطني ارتفاع طفيف، اجيليتي اليوم على بعض الارتفاعات، هيومن سوفت متراجع بحوالي 2% لكن ملفت أحجام التداولات التي نشهدها، هذه أحجام تداولات لم نشهدها منذ قرابة 9 أشهر على أسهم هيومن سوفت التي تجد بعض الزخم اليوم في تداولات الجلسة. هذه كانت مشاهدينا جولة سريعة على حالة الأسواق دوليا وأيضا إقليميا. نعود الآن لمواصلة النشرة وإياك راوية. شكرا لك. شكرا لك يا ناصر. لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم 7 أطفال، إثر أمطار غزيرة هطلت بين يومي الجمعة والأحد الماضيين في ولاية ساو باولو بجنوب شرق البرازيل. الفيضانات تسببت بانزلاق التربة وشردت نحو 500 أسرة. والآن إلى أحوال الطقس مع الزميلة بنان. أهلا بكم مشاهدين. حالة الطقس الخاصة باليوم الاثنين نبدأها من السعودية، حيث تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز وعلقان. ومن العاصمة الرياض الأجواء ستكون صافية اليوم، درجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية نهارا، تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، نسب الرطوبة تقل عن 30% وحركة الرياح نشطة مما يعمل على إثارة للأتربة والغبار. وإلى اليوم الطقس غالبا صافي، درجات الحرارة دون 20 نهارا وتسجل 11 درجة مئوية ليلا، نسب الرطوبة تقترب من 40% مع حركة رياح خفيفة. أما في العلا الأجواء غائمة جزئيا، درجات الحرارة دون المستويات العشرينية تعاود الانخفاض ليلا مسجلة 10 درجات مئوية، نسب الرطوبة دون 40% وهناك نشاط ملحوظ على حركة الرياح. وإلى الإمارات تحديدا من دبي، الطقس صافي، درجات الحرارة في أوسط المستويات العشرينية نهارا ودون هذه المستويات ليلا، حركة الرياح متوسطة ونسب الرطوبة مرتفعة بعض الشيء تزيد عن 60%.
وإلى بيروت، الأجواء غائمة مع هطول زخات من المطر، درجات الحرارة دون المستويات العشرينية تنخفض أكثر ليلا إلى مسجلة 10 درجات ليلا، حركة الرياح نشطة ونسب الرطوبة تزيد عن 60%. وإلى المدن الأوروبية، من العاصمة باريس الأجواء غائمة كليا، درجات الحرارة دون 10 درجات نهارا تنخفض أكثر ليلا مسجلة درجتين مئوية، يطرأ نشاط ملحوظ على حركة الرياح ونسب الرطوبة تزيد عن 50%. مشاهدينا وصلنا إلى الختام، شكرا لكم. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية في الجوف باليمن بعد اعتراض صاروخ باليستي أطلق تجاه الإمارات. إسرائيل تدمر مستودعات لميليشيا حزب الله اللبنانية قرب العاصمة السورية، والمرصد يرجح سقوط قتلى وجرحى. مستشارة الأمين العام لليبيا تحذر من عودة داعش، والبرلمان الليبي يبحث في طبرق عن خليفة لدبيبة. الشبح متحور جديد من أوميكرون يقلق الأوساط العلمية ويتصدر نسبة الإصابات في عدة دول حول العالم. إلى اللقاء.